الحرامي ربعه هواي اروح لك اروح لك وزاره. اللي دا يصير الان التحالف الثلاثي، رئيس البرلمان منه، النائب الاول منه، النائب الثاني منه، رئيس الحكومه منه، رئيس الجمهوريه منه، هو ثلثين. زين المعارض شي يسوي؟ وين يروح؟ اكو نظام بهذا الشكل تحتكم على كل المناصب وتقول للاخر تصير معارض. زين هذا يقعد بالباب يظل يحسب الطاب والطالع، ما إلى دور. لا لا ابدا ابدا استاذ نجم حبيبي، مو هيك، مو الحسبه ما تحسب هكذا. الاطار الثلاثي احنا تدري على مدى 18 سنه، انا احسب لك اياها على مدى 18 سنه كان الكلام لما نقول يابا وين فلساتنا، وين اعمارنا، وين الفساد، شو ما حكمتوا احد، ما حاسبتوا احد، يقول لك كلها محاصصه حزبيه. وهم بنفسهم جماعه الاطار، وخلنا نتكلم بشجاعه، خلنا نتكلم، كانوا دائما وجنابك والضيوف موجودين كانوا دائما يتكلمون انه لازم تصير حكومه اغلبيه، حكومه اغلبيه اغلبيه. اجوا قبل الانتخابات ما لما صارت تشرين وما تشرين صار اتفاق على مبادئ معينه معروفه انه كيف ندخل الانتخابات ويا تاريخ ومين الاموال وشنو صيغه الكتله الاكبر وهكذا. الى ان طلعوا انه ماكو اشكال تدخل تنافس بتحالفات تطلع الكتله الاكبر، وصارت الانتخابات وتحدد الموعد وتحدد الجلسه الاولى لما قام استاذ احمد قدم ال 88 او 84 اسم على اساس هو الكتله الاكبر برلمانيا او الاكثر عددا حتى يشكل حكومه، ما نجح ولا توفق، طلعت الكتله الاكبر الاطار الثلاثي. لان الاطار الثلاثي عرف استاذ نجم، عرف هم زرعوه وهم دا يحصدوه، زرعوه قبل 18 19 سنه من خلوا عرف دستور شيخنا العزيز، من خلوا عرف استاذ نجم قالوا السنه ياخذون رئاسه البرلمان والاكراد ياخذون رئاسه الجمهوريه والشيعه رئاسه الوزراء. خليني بالموضوع الاصل، المثل يقول الياكل ويا عميان ياكل من صاف. انت الان تقول ضاعت فلوسنا قبل ما نقدر نحاسب لان الكل تحكم والكل توالي. زين هسه بدي اسالك سؤال، اذا الاغلبيه كلها راح تحكم وهي بالبرلمان، منو يقدر يجيب له وزير يستجوبه؟ واذا استجوبته كتلته هي اللي تحكم وهي اللي تشرع وهي اللي تصدر قوانين وهي اللي تمنح الثقه، شلون تقدر تحاسب واحد باكر؟ لا 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 مو هيك استاذ نجم. اذا هو راح معارضه ويقول انا عندي 140 160 ليش هو ب 25 نائب يقدر يستجوب اي وزير؟ اثنين استاذ نجم وبالتصويت احنا ليش يطلعون يقفزون على الحقائق؟ هم من راحوا باجتماع الحنانه وبالتصويت يا لي قيله نصف زائد واحد، نصف زائد واحد استاذ نجم حبيبي، منين هم نصف زائد واحد بعدين؟ يعني هل معقول ال 220 عفوا هل معقول ال 220 نائب خلينا نقول او 200 نائب او 180 نائب بالتحالف الثلاثي بانقاذ وطن كلهم منظفين ونزيهين، اذا شافوا استجوبوا وزير وطلع حرامي ما يخاف الله وما يستحي ما راح يصوتوا له؟ كلهم راح يكونون حراميه مثله؟ يعني هذا السؤال اللي بدي اساله. انا اليوم بدي اشوف واحد مستجوبه الاطار وبدي يشوفه هو عنده فساد وحرامي، هل ممكن 180 نائب؟ خويا شيخنا خلينا ننتقل للدكتور حسان، بس قبل ما انتقل للدكتور حسان، الحرامي ربعه هواي وطابق 12 وزاره،